طبعا يعني مناطق شمال وشرق سوريا عانت الكثير من الحصار، سواء كانت حصارات اقتصادية أو حتى الهجمات الشرسة من قبل تنظيم داعش الإرهابي وأيضا القوات التركية ومتزقتها على مناطق شمال وشرق سوريا، أثرت بشكل سلبي على الحالة الإنسانية الموجودة في هذه المناطق، ومن كثرة الأعداد النازحين سواء كانوا سوريين أو لاجئين عراقيين، إلى جانب طبعا عوائل تنظيم داعش الإرهابي الموجودين في مخيم الهول وروش. طبعا إغلاق معبر تلكوتشر أثر بشكل سلبي أيضا نتيجة القرار الروسي في مجلس الأمن وبتأييد من القرار الصيني. طبعا هذه القرارات كانت هي تصب في صالح الدولة التركية، حيث أغلقت معبرين في مناطق دخول سوريا، طبعا معبر الرمثة ومعبر تلكوتشر كانت تدخل فيه المساعدات الإنسانية، فقط ركزت هذه المساعدات على معبري باب الهوى وباب السلامة القادمة من تركيا، وتدخل طبعا هذه المساعدات إلى مناطق المحتلة من قبل تركيا. المعبر الوحيد الذي كانت تدخل منه المساعدات الطبية والأدوية إلى مناطقنا في شمال وشرق سوريا هو معبر تلكوتشر الحدودي على الحدود العراقية السورية، وشكل أزمة حقيقية عند إغلاقه في الواقع الصحي، ولا سيما في مجال تأمين الأدوية، إن كل الأدوية التي كانت ترد إلى المنطقة كانت من خلال هذا المعبر. أزمة الأدوية بدأت تتفاقم في وقت تعيش فيه البلاد قانون عقوبات قيصر، وفي حال استمر الأمر على ما هو عليه أن الأزمة ستتفاقم أكثر فأكثر، مما سيؤثر بشكل كبير على المنطقة وستزيد من معاناة الإدارة وأهالي المنطقة.